في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية أصدر سعادة الدكتور علي بن فضل بوعينين النائب العام قرارا رقم 34 لسنة 2024 بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الجرائم الانتخابية ستتولى مسؤولية متابعة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية وأشار النائب العام إلى أهمية وجود هذه اللجنة للمسارعة في اتخاذ الإجراءات إزاء ما يقع من الجرائم الانتخابية وما ارتبط بها من جرائم أخرى واوضح ان هذا القرار يعكس حرص النيابه العامه على تعزيز الثقه في العمليه الانتخابيه وضمان احترام اراده الناخبين لما يسهم في ترسيخ اسس الديمقراطيه والمشاركه السياسيه وتاتي هذه الخطوه في ظل التزام النيابه العامه بضمان اجراء الانتخابات نزيهه وعادله حيث تم اختيار اعضاء اللجنه من ذوي الخبره والكفاءه العاليه في هذا الشان